قمت انا بذات اللحظه اللي حطيت فيها الصوره على الفيسبوك قام حط صوره هو كمان انه معليه دا انه قد ايه لك مش حاطط صور. لا انه عم بحكي لحالي انا لورولا. اه حبيبتي شو عن جد عم بحكي لحالي. سوري ما انت برجعي اخذك نظرك. مش معقول شو هالشاب بس انه مسطلي شو بكي حياتي قلنا من وقت ما قعدنا هو لا يمين لا شمال طلع شعراته بيطير العقل. هلا هو هو جغل ما تقولي لي لا بس كثير جدي احلى انا بحبهم هيك ما بحبهم جلاجيق مثل المساطير بيضلوا لحالهم. طب بس بتعملي شيء هيك صدقت هي صحة صحة رولا ما مات شيء شو ما يكون في شيء بالسمع عندك او شيء بس انه كثير محافظ هيك وكلاسي جغل عن جد جغل مسيو سوري الو ايه دخلك وين كنتي؟ هيدا شكلها مش ضابطه بدك تقومي؟ قوم لعنده خلص ما فيها بس على رواق ايه العبيها كلاسي اي ويل يلا جود لك كثير مهضوم قلت لك حب يلا ايه تدعمينا من هونيك يعني ايه ولا يهمك يلا اوكي في ارشيف فوتوغرافي بونجور اهلا لحالك؟ ايه انه انا وصاحبتك كنا قاعدين هونيك هلو فالي ساعة بعيط لك وهيك ما عم تسمع ف عيطيلي؟ ايه لانه بصراحة بعرفك؟ انت كثير لذيذ لا ما بتعرفني اليوم أول مرة بشوفك وشكلك أول مرة بتجي على المطعم لأنه أول مرة بشوفك نحن عادة بنجي دايما من الآخر انت كثير لذيذ وشاب مهضوم وكلاس ومرتب وعم شوف بركي في مجال هيك اذا فينا ناخذ ارقام بعض باردون انه جاي لحتى ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها انه بدي اقول لك يقبرني هالطله قعدتك هيك خرج يعني انت واحد خرج يا عيب الشوم يا عيب الشوم ولو يا عيب الشوم عليك هيك بتلطش الشباب واذا تلطشتك ايدك مثل المهدي بتقوم تترقني كاف ايه بدي اترقي كاف ليه بدك تترقني كاف يا عيب ما عندك اخوه شباب بتريدي انت حدا يلطش خيي ما استحي انتو بنات هالايام ما بعرف كيف صايرين ما فيكم تشوفوا شاب قاعد بكافيه لحاله تيجي بتلطشوه بعد كلمة زيادة بدق للدرك ها؟ لا يا خيي دخيل عرضك لا درك ولا شي رايحة نبر اقعد حد صاحبتي احسن لي ايه بليز شو لابق لك؟ بنات هالايام شو هالبلا مخ هيدا بطرقني كيف؟